Where she learned to code. Okay. I'll stay for the system. Okay. When you're done, listen, right? You'll have a quiz. Okay. This is stomach, and I need to look for stomach here. Which one's stomach? Where does it say stomach here? This for this, and this one for this. Oh, okay, fine. Okay, great. Fantastic. She will show you the application she developed. In games, sports, art and crafts. I had sport. انا اخذت التابلت وقعدت اعمل عليه برمجه لاني بحب البرمجه. اخذت في العاب الصيف برمجه على تطبيق اب انفنتور، عملت تطبيقات على اب انفنتور كثير يعني عملت، وكمان بدرس عليه حاليا لانه احنا بدينا في المدرسه، فانا قاعده بدرس عليه بطاقات التعلم الذاتي، وفي فيديوهات شارحه بتشرح البطاقه، وكمان في التقييم الذاتي، وكمان ممكن انا اقرا عليه كتب لاني بحب كثير اقرا كتب. But when where's the original interface? So the Windows. So turn off your. أتمنى أن يطلع مبرمجة في المستقبل وأعمل إلي شركة خاصة في غزة، عشان حاسة إنه غزة واضحة شوي في البرمجة مش كتير. أتوقع إنه في المستقبل حتصير البرمجة هي المسيطرة على العالم. أتوقع إنه حيكون في أشياء كثير حلوة حنعملها بالبرمجة. Okay, perfect. Can you get, which is the digital learning platform? لا تيكي لا أهلاً.